خلينا كعادتنا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع أمس لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيفه مصر بداية من السبت اللي جاي ولمدة يومين. وشهد الاجتماع استعراض التصور النهائي لجدول أعمال المؤتمر ووضع اللمسات الأخيرة للجوانب اللوجستية والتغطية الإعلامية. امبارح أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. رئيس الوزراء قال إن الجهود اللي تمت الفترة الماضية أثمرت عن انخفاض معدلات التضخم، وإن الحكومة ما زالت مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي من أجل تدبير موارد النقد الأجنبي المطلوب توافرها للعمل على توفير السلع المختلفة ما يسهم بدوره في توازن الأسعار. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيفه مصر بداية من السبت المقبل لمدة يومين. شهد الاجتماع استعراض التصور النهائي لجدول أعمال المؤتمر ووضع اللمسات الأخيرة للجوانب اللوجستية والتغطية الإعلامية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. في مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، لافتاً إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة وهو ما يسهم بدوره في توازن الأسعار. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوسكو سرايا رئيس شركة سرايا العالمية اللي ستطلق أولى مشروعاتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. في مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء بالسفير الياباني لدى القاهرة ورئيس شركة سرايا اليابانية العالمية، معرباً عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة اللي بتجمع بين مصر واليابان، ومؤكداً أن هذه العلاقات المتميزة تنعكس في الكثير من المشروعات المهمة اللي بتنفذها اليابان على أرض مصر، من بينها مشروع الشركة الفريد من نوعه اللي هتطلقه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية ووفد من رؤساء ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر في قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، وتم استعراض المشروعات اللي بتنفذها هذه الشركات في مصر وخططها المستقبلية ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية اللي بتعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيراً إلى أن مصر قطعت شوط مهم للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق لدينا زي المنطقة الصناعية شرق بورسعيد الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن يكون يوم الحد 30 يونيو 2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في موعدها، وده بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.